فيه. انت شو مضايقك؟ انت شو اللي مضايقك؟ شو اللي زعجك؟ اللي ايه اقوله؟ ايه بتعرف انه اذا عملت مثلا شيء شو حيكون بعدين؟ تعمل الاخر كيف تعمل الاخر؟ عم بحكي شو مغزاك؟ شو مغزى من الحديث؟ اوكي ماشي يلا معك. بعرف اذا عملت شيء انت بتعرف انه لا عن جد انه الحركه اللي عملتها قبل بتعرف انه رح تضرني يعني اياها حضرك اذا انت مثل ما عملتي انت هلا انت اللي خليتيها تضرك. أنا عم بمزح معك، لو ضحكتي لا ما رح اضحك لأنه ما حبيت الموضوع، كيف رح اضحك وأنا ما حبيت الموضوع؟ بضحك عادي؟ ما في شيء؟ لكن شو شو مغزى حديثك؟ مش مغزى شيء، ما عم أقول لك شيء. شو؟ كفي بالستابس اللي كنت ماشي فيهم. أنت أكثر واحد بتفهمني، ثاني سؤال، أنت إذا عملت حركة بتضرني شو؟ شو حنان؟ ما في شيء. كفي. ما في شيء ما في شيء. كفي كفي. هلا القصة ما حتخلصون. كيف ما حتخلصون؟ ما حتخلصون أنا بعرف. خلص بس أنت ما أنت أنت صرت على جنب. كيف ما حتخلصون؟ أنت قصتك هلا اللي عملتيها كلها هيدي كل البروباغندا اللي عملتيها. بروباغندا؟ إيه. إيه. كل اللي عملتيها هيدي. إيه. ما حتخلصون. كيف ما حتخلصون؟ بكرة بتشوفي بكرة. الساعة 8 بالليل بذكرك ليه؟ كونوا مشيوا التليفونات من شو؟ بدك تقلي أنا رح يكون عندي مشاكل أنا مع أمي؟ معي أنا كيف مفهمت معك أنت؟ بكرة بتشوفي وقت أحكي أنا مع ماما تقلي شي؟ بكرة بتشوفي بكرة بتشوفي بكرة بتشوفي لا دخيلك ما بدي شو ما بدي؟ ما بدي تقلي شي أنا ما بدي أعمل شيء أنا ما بدي أعمل شيء يعني يزعج ماما